لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. إيانا وإياكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. الله في مقاصدك. إيانا وإياكم. بعد قبل أن يمباسي أو ما نكر كوت من حكم خطاب الله، يعني إما التعريف حكم من كردوه كمعناية كإيما لم حكم ورمان قرد بريتيب ولو كحكم خطاب الله غيري خدا كس حاكمنية. جاء أم كلمة من ثم، ثم لأصلا بو مكاني بعيدة أوج مكاني حسي بعيد، يعني لأصلا والع وضعي كردوه بو مكاني حسي بعيد. لبروان يا أحمد إن شاء الله هنا ليلة ثم لوي بو أو والع كراوة بلا مصني في إيما بكاري هنا وأولا لمكان معنوية دو همجلة قريبة بس كواتا دوشي ومجازي ليرا أنجام داوة. يكي كان استعارية، يكي كان مجازي مرسلة، استعارية تبعية مصرحي أنجام داوة. جاء استعارة مصرحة كي أبم شيوية مثلا هاتوا أم سمي بكاري هنا ولمكان معنوية جاري قريبة كي ليه مقرب تقريري استعارك بمعناية معناية كمفادة لتعريفك لو تعريفك زي كده أوج أوي كون الحكم خطاب الله، كون حكم بخطابه أم كون الحكم خطاب الله أم أو معناية كمفاد بو لتعريفك كديار أم كون الحكم خطاب الله أبيت علاد بو نفي حكم لغير إخوة جهاتوا أم معنى مفاد لتعريفي ككون الحكم خطاب الله يا شبهان دوتي بمكانه بحالك أو مكانية ولا شبهان دوتي بمكانه باشا تش شبهاتك إلى قال مكانها هي علي مكان محلي كونه ومحلي تردديشة هوا تجيب ولا يديتو دي دياره معنى محلي كوني فكرة يعني محل بو فكر فكر اللي واقع على قريه ام جار فكر ترددي تيا هيا تيا اقري بس لو روان قوى وكو مكان وايا بويا اشبهيني بمكان و بجامعي اما كهر كاميق لو دوانا محلي كونه ومحلي تردده شون معناش محلي فكره تردده معنى محلي لفزه معنى نابل معنى بابي لفز جبيت بالي ليرا بالا جائسة ليرا همو مع هر معنايك معنايك كمفاد به يعني آخر معنى صرف نظر للفز ببير والبيري ليه أكيتو ببير معناك أزاني أمره لفزك يعني بو معناك يبكار ديني جاء مجارة خب ملا معنى كمحلي فكرة وهروها محلي ترددي فكرة بچية بمكة جار لدواي جار تو ديني معناك ملاحظة أكي بزيهن ليكي أديتوا وق مكان محل بو جسم ترددي جسم تيايا اما ليوا جاء امجارا هاتوي شيت كردوا مشبهه كمان كبريتيه لمكاني معنوي يعني كبريتيه لمعنى مفادك او معنى مفاده يعني معناي مفاد بكليه خشن هم مشبه هم مشبه بي ابي كلي بن اما استعاره تبعيه يا كراوة هاتوين أو معنى كلية كمعنى مفادة أو معنى لابرد شاكا قرك مانبو بين مكان حسي قريب يعني كلية كي مكان بتقرأ ليوادانين أما إما هاتوين بجيقي أو كمكان كدانين لفزي دال بر مشبه به أخا مشبه به چيه؟ مشبه به مكان حسي قريب بعيدة كيه أو لفزي كدلالة لسر أو كاوك ثم بي أو ما عندنا ولا يوا بس أما استعاري مصرحي تبعية شنك أم ثم يعني يلي ثم هنا ليرى ثم لوي هل بو مكان ولا بو جزئية شن أما اسم الإشارة اسم الإشارة معرفة درست والعكي لواني كلي بي بلام لنظر استعماله تو لجزئية بكاري أهيني إشارة بولا جزئي في أكي بس استعاري لجزئيات أنا بلان بتبعية كليكا إما لكليكا كردو مانا أم جارا اسمي موضوع يا بلين اسم الإشاري موضوع بو مشبه به كمان هنا وداما ناوة
جاء لا استعاره تبعي لا لازم ناك مشبهه كيش حتما حرفي كي دالي ببي مثلا بو مكاني معنوي قريب بيجي اي لفظ دالكي او شي تابعين او لجيجي او دانين اخر الامل عوامل مثلا دينين جاري واهي علينا مثلا في بمعنى على لا اصلي بنكم في جذوع النخل تولي وهاتوي شي تكردوا اول جار هاتوي مثلا استعلاء مطلقة شبهان دوا بظرفيتي مطلقة ككلين وانا لا شيء شبهان دوتا لما مطلقي استقرارا جاء استقرار لسربيا على نوابها الاستقرار فرغناك بلام إمام لواهاتوين استعلاء مطلق بوي كم مبالغة بكين لاستقرارك لا هاتوين استعلاء مطلق ما شبهان دوا بظرفيتي مطلقة ديارة أمجارة بو حرفي موضوع بو جزئية لجزئياتي استعلاء مطلق علاية حرفي موضوع بو جزئية لجزئياتي ظرفيتي مطلقة فيها إيه ما هاتوين مشبه كاستعلاء مطلقة حذف ما نكردوها طبيعية أبي على كيشك بو جزئية أو جلاتي أمرا شي ديني مثلا أقرب جي وبين ظرفية مطلقة كدانين في كدانريا بو جزئية لجزئياتي ظرفيتي مطلقة أو داني فاز إيما أول استعارة كمان لبين استعلاء مطلق ولبين ظرفيتي مطلقة كردوا جادواي أو بتبعيد أوانو لبين على ولبين في أكردو مانا أو استعارة تبعية أوايا ليرشا همان اسم الإشارة شهر وكو هين أما آخر اسمي غير متمكن اسم الإشارة مبهمان موصول جروايا ضمير جروايا كل الأوان استعارة كان استعارة تبعية فيها أو استعارة تبعية ما نتيجة له جادواي أو بملاحظي ضدية يعني بعلاقية كأمانة تصاد لبيننا هي قريب وبعيد هاتوين قريب إشمان لجاي بعيد دانا متواجبي يعني كواتا مجازي مرسلة بو اعتباره إما أو يوا موضوع أبو مكاني بعيد داما ناول مكاني قريبة أول كون الختاب كون الحكم ختاب الله أو نزيكا لإيمو أو نزيكا أو من شبهان دوا بهينوا أو معنى ما نشبهان دوا بتشيوا بمكاني مطلقة بمكاني مطلقة يعني وتم أنا أمام مكانة ديارك شبهان دوا أنا بمكاني مطلقة لو أنا أبو كون أم معنى مفادك إيه ما حرفي بو موضوع نبي أما قينا عيبني الاستعارة تبعية جاء أم جارك استعارة كمان يلي واكر دوا أم جار ثم كذا نريا بو جزئية لجزئياتي مكان حسي بعيدك أو ما ندانا ولا جي مكاني حسي بعيد ثم كل رات لجي مكاني حسي بعيد أسعاري تبعية مصرحي تبعية بالا بالا أما أو أوش مجاز مرسل كشي أويا كإما هاتوين مثلا ثم كبو مكاني بعيد إما بو قريب دامان ناغا أما بعلاقي شي استعمالي بعيد لجي قريبا بعلاقي تواد زدية لبينانا جاء أويا عليه واستعمل المصنف كغيره وغير خوي شيء استعمله أو ثم مفعولي استعمله ثم بكارها ورد بوشي للمكان المجازي بو مكان المجازي نكجاري كثيرا زور بكارها ورد ويبين في كل محل بما يناسبه كما سيأتي وبيان أكريا لهر شوينيكا بشتيق معنى أكريا كمناسبي أو شوينبي كما سيأتي وكو بحث كان دين لو بدوا كواتت ما شاكا ليلا إما بويا أو توضيح من ذا شنو تي ثمي بو مكان مجازي بكار يناوى كما كان مجازي كأبيت معنى مفادة قريبك كبو مكان قريب ومن ثم أي من هنا نا فقوله هنا ومن ثم أي من هنا يعني قولي مصنف كهنا كآلي راوت يسي من ثم نقل شو أنا كعني ترى شن لزور شو أني أم كتابة بكاري هنا ويكيلو شو أنا أمي كأما بي قيوين قولي مصنف كليرة دا ليرة ألاشي ومن ثم علي من ثم يعني من هنا يعني ثم كبو مكاني بعيدة بو خريب بكاري هنا هو مجاز مرسلكي وهو أن الحكم جاء هناك إيرتية ولا أوجد أن الحكم خطاب الله يعني كون الحكم خطاب الله ماشي خطاب الله يا حكم خطاب إخويا أي من أجل ذلك يعني هل لبر أمك حكم خطاب إخويا نقول إما علينا لا حكم إلا لله هج حكم يجنية إلا بوزاتي الله نبي وهبة الزحيلي هروها عبد الكريم زيدان لو موردا بحسك يان كردوه خلاصي بحسك يان أمية على اتفاق أمي إشاري بيكردوه بناني لسروه على اتفاق معتزلة وأشاعرة وقشتي لسر أويا كحكم فقط حكم خلايا لا حاكم إلا الله
أما كبيجين مثلاً هيش حاكمك جعل ذاتي الله وجودي نية كواتت ما شاكة قشت الاتفاق يعني هلا سر أمن بلا اختلاف كيان لوايا آية قبل البعثة يعني برلو كخوا بيغمبر بنيري عقل أو حكمي خوا أدوزيته لش تكنا يعني أتواني دركي حكمك يعنى أشاعرة ألين نخير حكم يعني ألين حسن قبح الشرعية جاء جزا فرمو ألين عقل ناتواني أو بدوزيته يعني حكمي فعل بدوزيته آية أم فعل واجبة يا حرامة لبروا وكو معتزيلة كان يلين أقربيت عقل حكمي فعل بدوزيته بر أساسي تشخيصك تشخيصي عقل كحسن قبحي فعلك تشخيص دا مثلا أقرب فعلك تشخيص ذاك أم فعل حسني تياه أما حسنة حكمي فيها كان مثلا ما واجبة أقرب تشخيصي دا أما قبيحة حكمي فيها كان علي ما حرامة مثلا حالبين علي بر أساسي أو تشخيصي كواتا حسن قبح عقلي هو معتزلة كان ما دام حسن قبح عقلي بن شاكا بس كواتا عقل وقتي أو حسن قبح دركك لسر أوي شو شن حكمك لازمي حسن قبحك آوة تاني مثلا فعلي حرامك ريلا برق بحكايتي دانية الواجبك ريلا برق حسنكايتي بس وقتي أم دركي حسن قبحكاكا حسن قبح مبنان بو حكمك كواتا عقل دركي حكمك كواتا معتزلة كان يجن أشاعر يجن نخير حسن قبح شرعية أو بتواني بركي ليجيا كانوا يسأله حسن قبح بم معناه شرعية أين أواني بمعناه كثير قبول يعني كعقلي بيه أبا معناها شرعية كبنمابي بو مدحو زم ليرا وبو الثواب وعقاب لباشا الروجة بو معناها شيء أو شرعية نونسا معتزيلة على قبل البعثة الإنسان مكلفة جاء أرستكم ما جاري قولة كان شون أو اللي باشا أوش أبيت دو قول كأبي أو دو أنا هل كان مجاة توزيح دري أجا أشعر يكان ألين حسن قبح آوات فرق يا خان ألين أقرب باعتباري ملايمي طبع بيو يا منافري تبع بي يا باعتباري كمال ونقص بي أما عقلية عقل ذركي أماكا جاء ملايمي طبع يعني ريكوي لقل سرشتا ريكوتن لقل سرشتا بي أو جارة منافرتي يعني دوروازويسان لسرش دجبة سرش بي برشد هيا لقل سرشتا ريكوي برشد هي لقال سرشت على لايا عقل أو درك كا يعني حسن كبا معناه ريكوتن لقال سرشت قبح كبا معناه ريكوتن لقال سرشت يا حسن كبا معناه أويك أجر لا موج لذات يكابي باعسي كماله وكو علم أجر لك سكابي كمالي في أداء يا باعسي نقص وكو بيشوانا كي جهل أجر لك سكابي بلي دينة أخوان الله بمعنى عقلية بلا بمعنى يا كحسن قبع ترتبي مدح ذم عقاب ثواب عقاب ان لسرب بمعنى شرعيه متواجع الزمن يعني شرع كهاد امري بفلان شكل تو ازاني او حسن ابويا شرع امري بيكر دوا اذا حسنك الى وبر قابلي تشخيص نبوة يا اقر شرع عمري بيكر نهي ليكر معناه ويا قبيحه انا واختار حسن قبع قدر كبي نبل وابو بي عقل زاني بيتي بلان اواني تلك مخالفي اشعري كان الين إيتا أو فرقنا خن كأيسا كان إيما وثمان علي معناي متنازعون فيه كاما يا أما بوك باعتباري ترتبي عقاب ثواب عقاب وباعتباري ترتبي مدح زم بم اعتبار بو إيما أمان أشعري أيو الشرعية معتزلة كان بم اعتبار من عقلية متواجه أرزمين يعني أوان حسن وقبحي عقلي مطلق علينا ألين شمو لا يمبي وشتر تبي الزم نا إذا بقى ليوا اتفاق ما هي لقال يانا قشت اتفاقي هي أو ملاية ما كليوا فقد خالي مورد النزاع كان أم يكي أخيرة بلى أو بمعنى ترتبه يعني ألين حسن قبع أجر بمعنى ترتبي ثواب وعقاب به أوان يجن عقلية أشاعرة على شرعية جاء أوان كألين عقلية ألين ما دام كعقل دركي أماك أبيت بنما بو تكليف يعني مثلا بيش هاتني بيغمبران يا عيسى كانك بيغمبران هاتونو بلان بعض شوينك يا بعض كسيك يا تبليغي بينا قيوة باشا او اخوي شرعا عقلا مكلفة يعني مثلا واجبي لسر واجب حرامي لسر حرامة اوا شنك همو او حلال وحرامانا
حلال كان برمبناي حسن حرام كان برمبناي قبح بس مؤاخذة دس هيك تلوك وما تريد يا كان بن أوان ألين بلى عقل دركي حسن قبح كابر لهاتني شرع بلى أم إدراكي عقله ناتواني بن ما بيبو تكليف بو سواب وعقاب وش تنها أو ناتواني متحوزمي لسر هالسي حالبين يتر سواب وعقابي لسر هالناسي مبنانية بو تكليف علي وعلي كواتا أوانش كألين عقل حسن قبح عقلية وعقل دركي حسن قبحي أفعالك وما أخوان دودة سن دسيك يا يعني الله أم إدراكي عقل مبنية بو تكليف دسيك يا يعني الله أم إدراكي عقل مبنية بو تكليف شنك عقل إنسان هرشن زوريش كامل بي بلام هر نقيو كالا جاء مي ألي ليرد أم لا حكمك ألي لا حكم منزول ويا لو هنا يا ما آمن متناني مصنف حالي بينها وعلم شرحانة لا حكم إلا لله حكم نية إلا بوزاتي الله نبي يعني هر خدايك حكمك شن إيه موت من حكم خطاب الله المتعلق خو حكم خطاب الله بس حكم هر بو خدايا ما دام كوابو فلا حكم للعقل بشيء عقل حكم بهشتقناك باشا يعني كألين عقل حكم بهشتقناك ليرجدا أجر بمعنى إدراك بي موردي اختلافه أين أجر بمعنى أو بيجين حكم هي عقله عقل حكم دوزيته يعني لا معتزل كانش عقل حكمي بهيج ندو نكردوا فقد عقل كوختي على وازين عقل حكمي كرو عقل حكمي دوزيته ومجتهد كحكم دوزيته إيجي مثلا حسن قبح كي تشخيص داوة بالأساسي أو حكم أو تشخيص كدايتي حكمي خوي لباري أشياء ودوزيته كأو حكمي مثلا دوزيته ديار وقت يكش كعقل حسني دركرت بالأساسي أو أم فعلي واجب كرتون كحسن كي تشخيص داوة كشرع شهاد خوي شر واجب يك أو شتا كعقل تشخيص داوة يا مثلا ولي أمك عليه فلا حكم للعقل بشيء إنسان وأزانية كديار مثلا ترفي مقابل كوكو معتزل به يعني واقعا بيان وابي عقل حكمك نخير عقل حكمناك بلكو عقل حكم دوزيت والذي دقاي اواني شو شن اقر بيان وابي عقل حكمك وخواش حكمك هو مشاريك اي والله حالبي كواتو خو معتزلة اما ناتو اني خوالة شوار شوي دين دريان كي معتزلة اقر هلاشيان بيو اهلي بيد عجبو بيت مسلمان كواتو فلا حكم للعقل بشيء أجر أوايل يقدينه فلا إدراك للعقل باشا يعني إدرا فلا بله فلا إدراك للعقل بالحكم مثلا يعني إدراك بحكم ني عقل إيه شيء أكيد أنا كردي بيه نينك يا عقل حكم ناقة أو شر عقل حكم ناقة أو تاني كات لا حكم إلا لله يعني فقد خدا حكمك ما دام فقد خدا حكمك شاهد أم تفسير أبو مقابل لا حكم إلا لله به فلا حكم للعقل بشيء عقل ناتواني بدون واسطي شرع إدراكي حسن قبح بكال ولا سرع أو حكم بلا آوة تاني كحكمك أجر دا يعني حكم قيد وزيوة جاء ما لشي فلا حكم للعقل بشيء يعني عقل حكم بهجناك لشي تشيك اشتك مما سيأتي عن المعتزلة لو اشتيك لمعتزلة كانوا ديت جاءوا اشتيك لمعتزلة كانوا دي زور شدهن او مثلا ترتبي مدحو ذم لعاجلة ثواب عقاب لآجلة وجوب شكر منعم واني معتزلة كان حظر إباحة لعقل دا يعني أمانة عقلا في الجميع لهم أمانة يعني عقلا في الجميع واتا ترتبي مدحو ذم لعاجلة وثواب عقاب لآجلة بعقلك ري وجوب شكر منعم بعقلك ري باشا أو جارة هروها حظر إباحي عقلي هيا فيما قبل ورود شرع أوانية لفيش أوانية نتوجع على مما سيأتي منظوري بما سيأتي أوانية كهم أو ما سيأتي أوانية كلا أو لودي المعبري صفته كتري ما سيأتي كوايا أن المعبري عن بعضه تعبير درياته ولا بعزي لو ما سيأتي بالحسن والقبح بحسن وقبح كيا كأو بعض شوا تعبير الادريات وبا حسن قبحك ترتب مدح ذم لعاجلة وثواب عقاب لآجلة وهروها بل ولما شاركه في التعبير به ما عنه ما يحكم به العقل وفاقا بدأ به تحريرا لمحل النزاع ما يحكم به العقل وفاقا يعني
ما يحكم به العقل خيدو دسايا دسايا كان وفاقنا دسايا كان اختلافنا لا يبعز يحكم به العقل ولا يبعز لا يحكم به العقل آوة جاء ما عليه ولما شاركه يعني وقتي كهو بشي أو بعزي كر أو بعزك تعبيري بحسن قبح ليدرياته ك يعني هاو بشي أكر لو حسن قبح على شيء لتعبير دانوا بحسن قبح دا يعني وقت شون أو ترتب مدح ثواب تعبير يعني ليدريته بحسن قبح شاكا أما يحكم به العقل يشاء تعبيري ليدريته بحسن قبح حال بلا جعله ولما شاركوا في التعبير بهما عنه ما يحكم به العقل لكاتيك دا كهاو بشي أو بعزي أكرت لشيا لتعبير بحسن قبحة داي عنه لبعزك لو آخر لو بعز تعبير بحسن قبحة دريتوا شي مشاركة أكل لوا ما يحكم به العقل أو اشتكى عقل حكمي بيأكا وفاقا بيفاق حكمي بيأكا هاد بدأ به تحريرا لمحل نزاعي شروعي كربا وبو ما يحكم به العقل وفاقنا بوويك تحرير محل نزاع كمان بوبكا يعني سر بوش ما لسر محل نزاع كبولا بلا إيما اختلاف كمان لقى المعتزلة أمايا فقال فرمي والحسن والقبح للشيء بمعنى ملايمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر وبمعنى صفة الكلام والنقص كحسن العلم وقبح الجهل عقلي يعني مثلا كل منهما عقلي يا كلاهما عقلي شنو شابيت حسن قبحك عقلياني ولي كلاهما يقليوات وانا مقدر بكل دوايا باسيكي الله حسن قبح بمعنى أجر حسن بمعناي بالري كوتن بي لقل سرشتا قبحش بمعناي دجايتي لقل سرشتا بي وكو مثلا حلول لقل طبيعته سرشتا يكا كبي ولي تاليتي لقل لقل سرشتا يقنا كبي يا بمعنى صفة كمال نقص بي وكو حسن علم مسائس كان علم خوي كمالا جهل خوي قبحا وكو أو حسني كعلم هيتي أو قبحي كجهل هياتي أو بمعنى عقلية أي يحكم به العقل اتفاقا واتبع اتفاق عقل حكم في أكا ولي والحسن والقبح بمعنى ترتب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا كحسن الطاعة وقبح المعصية شرعي يعني كلاهما شرعي أو أبيت شرعي يعني أي لا يحكم به إلا شرع يعني جقل شرع هيتي تر حكم كام شرع المبعوث به الرسل أو شرعي وابا بيغنبران أن يردرعوا يا بيغنبران بوسيلة أو شرع أن يدرعون بو تبليغي أو شرع أي لا يؤخذ إلا من ذلك يعني لا شرع نيور ناجيري إيت ولا يدرك إلا به درق ناكري إلا بشرعنا ليرشا إشارة بوكا كإما نزاع كمان لإدراك آية بو لا يدرك ومتوجبين على دروس نلا أصلي حكم كرنت لا أصلي تحكيم كانية شن أقل أواني عقل حسن قبح دوزته أو تاني شرعي دوزته أي شيء دوزته أو قصير إدراكي ناكا أو تاني يعني الأخباش نا إجازة بها إيه ما إدراكك معتزلة على إدراك حكمك بله على حكمك أدوزيته باشا ولي أشاعر على النخيل أو نادي دوزيته أشياء اللي ريش رعو بيزاني أو أما كأي ما يجين باشا وبمعنى ترتب الذم وعاجلا والعقاب آجلا شرعيون خلافا للمعتزلة يعني بوخسك يا مكردمان خالفنا خلافا للمعتزلة باشا مخالفة ما انكرت شو مخالفة يكبو معتزلة لاتشيا مخالفة ما انكرت في قولهم لو تي أوانا معتزلة كان كوتيانا إنه عقليون يعني حسن قبح بمعنى السهم أبيت عقلي ألا ولا أي يحكم به العقل كوتيان ما شبو عقل حكمي بيها كوان ويجن أما يتر تقريري قصي معتزلة كان أشياء ما اتفاق ما نقول قال أوانا يعني حسن قبح بلا حسن قبح بمعنى ملايمة ومنافرة طبع وبمعنى كمال ونقص باتفاق هردك ما لا عقل حكمي بيها وعقلية بلا من نقطين نزاعك إيما حسن قبح أقربتي لبديناوا بترتب مدح ذم ثواب عقاب لنزر جرين أبو معنى أمر شرعية وأنا عقلية باش أبو أو أنا رين عقلية ألا لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله أي يدرك العقل ذلك بالضرورة
لما لبر او شتيك لفعلك لا هيا يعني هر فعل لا افعال تو بيجري شتيك تيايا جاء او شتا لشي من مصلحة او مفسد. يا مصلحتي تيايا يا مفسدي تيايا كديار مصلحة يا مفسدة يتبعها وتاني يعني شويني او مصلحتك اكوية حسنه حسن فعلك واتم ما دام مصلحتي تيايا بس حسني هيا اي مش شون ازاين مصلحتي تيايا بويا قائلة بين بحسن حال حسني هيا او قبحه يعني يتبعها امجر هكذا ومفسد بربا تركيبيتر بيجي قبحي فعلك شويني مفسدك اكوي عند الله لا يخدا يعني امنيك او عليك هكا خو او مصلحة مفسدك تيايا بس للا يخوا شروايا يعني حسنك تابعي مصلحتك ابي قبحكش تابعي مفسدك ابي دخو عقلي ما تشخيصي مصلحة مفسدك ادا كوادا يعني او مصلحة مفسدك بنمان بو حسن قبحك دي وقت تشخيصي بنما كيدا تشخيصي حسن قبحك شي داوة دي لسر امق حسن قبحي شوا ما تحوزم ترتبك ثواب عقابش ترتبك جاء وعلي او عند الله وايا يعني عند الله حسن قبح تابعي مصلحة مفسدك يا يعني شي اي يدرك العقل ذلك يعني عقل او دركك بالضرورة كلا لا اخوا حسن قبح تابعي مصلحة مفسدية أو يدرك الدواء وكوشي كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار جعل بضرورة ذلك وقت واشي بنظر ذلك يكا بضرورة دوكو أمك صدقي كسودي ببي أو شعك بحسن هيا كذبي كزرر بي أو قبحي هيا أوش حمو بزوكو شو نزاني إسا أقر تونيد بي أزاني أقر برسيد بي أزاني أوش آوايا أو بالنظري كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار جاري وهي هر او درويك يا من نفرتي لي كان وقت وهي بنفع او صدق جاري وهي بزرر مثلا جاء شتو او بنظر تشخيص بي زور استدلال كي لسيتا حال يوي لو يكتشون كذب شتي شاكا وكو حسن بو كذب نافع وقبح قبح بو صدق ضار وقيل العكس باشا قيل قوتويتي او بالي وقيل العكس يعني بيتشواني أما دي باشا بيتشوانك أبيتشي قبحي كذبي نافع يعني وحسني صدقي ضار آخر أو قيليت يا أبويا كان نزريت يا بياكر يعني حتى أم كذبيش كنافع بيتشون رواج بدروه لا هر قبيحة يعني عكسكي مثلا تو شون بزاني كذبي نافع قبيحة شون بزاني صدقي ضار قبيحة وحسنية شون بزاني حسنة أو متواجبين؟ شو بويا على عكسك؟ وقيل عكسه وقيل العكس يعني عكسك بسبب النظري كقبح الكذب النافع وحسن صدق الضار أو أي باشا أجر عقل مثلا مصلحتك لتشخيص داو أجزاني خلا حسن قبح لسر مصلحته مفسده وهلاش نيو يتر كواته خوابو بيغمبران ياري شرع من بوشي او عقلي ناردوه كاريها مو بيغمبران كان اعوذ بالله بو كار عليك هاكيا ويجيء الشرع مؤكدا لذلك شرع وقتها هات دي بو تأكيدي اوي وا عقل ادراكي كردوه حالي بي اما او او باستعانة شرعي هر اواني واني عليه عقل دركك كان نبي ضرورة نبي النظر بلكو بكومكي شرع يعني وقتي وهاي بصر قابل درجني بنظري هرشي لي تي افكري وبدواء استدلال اقر دليلي دزناكوي كاتا اشبك ومكي شرع شرع بيا جافي بزاني فيما خفي على العقل لو اشتاك بوشيدي لسر عقل كحسن صوم اخر يوم من رمضان وقبح صوم اول يوم من شوال وكما ساو حسنيك الروج اخر رمضان هياتي هر بفاصله آخر روج رمضان كروي شوال دي بدوايا هل أو روج واجب الروج وكا أما حسنة أي شيء بخير الروج دوايا أو روج قبيحة بي حال بي أما شرع أبي بشرع بالله شرع بيزاني وقوله كغيره عقلي وشرعي إتوا أو جواب هذا الباب أخو حسن قبع دوانا أشياء بيوتا الحسن قبع مثلا عقلياني يا شرعياني يجي أويك وتوا خبر مبتدأ محذوف أي كل منهما يان كلاهما شرعياني أو
عقليون يا شرعيون شن كلاجة قرتي معناه مصنعية بلا مخبرك أي بمفردي بودي لا ولا أصلا كلا لمعناها مصنعية لمعناها مصنعية لفظ كي مفردة وتركوه كغيره المدح والثواب آخرني لما تنكا شعري خوي في إزابة أو لما تنكا وتيتي بمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا إتنا باسي مدحي كربو بو عاجل نباسي بل ثوابي كربو آجليش وايا وتركه وجاء عليه وتركه كغيره. وتركه كغيره المدح والثواب للعلم بهما من ذكر مقابلهما يعني وقت باسي هنا تكر ترتبه هنا كتكر أواني جلين بلا وقت تركي أودواني كردوا أو هلكوا غيري خوي كما تحو الثوابين أمش تركي كردوا شون علميا بي حاصل أبيبه وما تحو الثواب لذكر مقابل كيانو كمقابل مدعبة الذمو مقابل ثوابة عقاب ممكن كسر للا أو برسيارة ما ترحك بيجي أيبوشي مدحو ثوابي ذكر كردايا والذم وعقابي حذف كردايا با اوان لما نفهم بواياته امي شريك هاكيا وتركه كغيره المدح والثواب للعلم بهما من ذكر مقابلهما الانسبي بو انسبي اشاركا كاو مقابلا مناسب ترى كما قال وكخوي مصانيب لمنع الموانع وتيتي مناسب ترى بشي باصول المعتزلة بقواعد اعتقادي معتزلة كالعلم كلاما هيانا حال ابنا بويا أبيوتو. بل جاي سوابهين أمي أبيبونا هنا وكأنسر بوا. نا. على مقابلك أن أبم أنسب جايد. بويا مقابلك هنا كبريتي بولا الذم ولا عقابك. شن أو مناسب تربى أصول معتزلة. وتاني. شن فإن العقاب عندهم لا يتخلفوا. يعني عقاب لا يوانو تخلف تيانية. ما دام هالرشكرا لك السيكاري كل هردية دي. ولا يقبل زيادته. وإيت العقاب للا أوان زيادة قبولناك كشي والثواب يقبلها ثواب قبول زيادة أكا بلم أوج لا يتخلف وإن لم يتخلف أيضا حالبي هرشن أمج بلا أوان تخلفناك بلم قبول زيادة أكا جات مشاكة عقاب كتخلف تياني قبول زيادة أكا تخلف تياني قبول زيادة أكا أو مناسب ترى اللي قال ليرش أما عقاب كمان ذكر كردوه. على متنك مصنف هات وشي كروه عقابك زي ذكر كردوه. خلوا في تاني وقبول زيجناك. قبول زيجناك. بس بويا كان يوتوتي يعني حتما عقابك دي تدي. لولا الثواب. بوأجي. الثواب تخلو في تانية. بلى تخلو في تانية ولا قبول زيادةك شاكا. كواتب ويا كان تخلف تيانية يعني ها خلاف تيانية لو ذاك حتما دي تديد تخلف ناكا علين مثلا أو وكو علين معلول لعلة تخلف ناكا أقر علة دو حتما معلولك دي تديد قبولي زيادة وأمانة مثلا كابرا فعلك أنجام داوا مثلا دزيك كردوا كعقابك خواهي قورو بوري نزقلو حتما دي تديد بدي دقاء أوان إيت تخلف تيانية إيت نعوذ بالله أخوانا يبخشي ملاي أوان ووكيل إخوابنا أوان فإن العقاب عندهم لا يتخلفوا ولا يقبلوا زيادة والثواب جال ديارة ليرشا لعقاب الذم كذا بشيكي أوان مناسب ترى مناسبي هي لقى الأصول معتزلة كعقابك يا نزمة كجوزة ما قبو دنيا وايا كشي شن أو بشا أو دوانا هان بيكو يعني ذم عقاب هان بيكو داني لو دوانا بأصول معتزلة مناسب ترى مصنف جليلا باسي حسن قبح كاكا لدي دقاي معتزلة وهل يسنين براور ديكا لقل دي دقاي خويا بويا كان عقابي هنا وزمو عقابي هنا والسواب هنين هنا مدخو سوابين هنا موفق بني شاء الله هاكا ولي نزوكا صار بيجن خالد زارتون موافق إن شاء الله. سوكا؟ نعم. سوكنا كذا؟ نعم. يعني مو خلاص هرزبتك؟ هاي سنيك هاي سنيك.